الآن تم قصف العاصمة صنعاء بصاروخ ولا نعرف هل هو بطائرة أم من دارية في البحر. الآن هذا جبل عصر، جبل عظام. تم قصف العاصمة صنعاء الآن بصاروخ ولا ندري من أين مصدره إلى الآن. اليمن تعلن سبب انفجار معسكر في جبل عطان بالعاصمة صنعاء. لا صحة للأخبار المتداولة حول غارة جوية أو عدوان على صنعاء. الانفجار هذا سببه انفجار قاطرة ومحطة غاز في منطقة عطان بالعاصمة صنعاء، ونؤكد أنه لا داعي للقلق حيث أنه ليس نتيجة لغارة جوية كما يروج له. نحن نمتلك قوات دفاع جوية قوية، تعتبر أجواء اليمن خطا أحمر. صنعاء ليست كما كان في الماضي، فلا داعي للقلق. وتضاربت الروايات حول الأسباب الحقيقية للحادث، فنقلت فضائية الحدث العربية عن شهود عيان قولهم إن الانفجار وقع بأحد مخازن السلاح في صنعاء، بينما نقلت شبكة أيجاز اليمنية عن مصادر محلية قولها إن الانفجار وقع في محطة غاز بالمنطقة. كما نقل موقع العاصمة أونلاين اليمني عن سكان المنطقة قوله: سمعنا صوت كبير في صنعاء، وعقب الانفجار شهد تصاعد ألسنة النيران والدخان.